الاخير بقى، عشان السؤال ده طرحناه للجماهير في بدايه الحلقه، بوتافوجو ام باتشوكا المكسيكي، توقعاتك مش امنياتك، توقعاتك مين يكسب؟ توقعاتي هيبقى بوتافوجو. بوتافوجو. طب تعالى كده نشوف يا كابتن رمضان توقعات الجمهور، لان النهارده طرحنا السؤال عبر صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، وقلنا للناس مين اقرب ان يواجه الاهلي. اول معايا واحد محمد بيقول بوتافوجو هو الاقوى والاشرس ولازم الاهلي يفرض نفسه على كل الفرق. ماشي، ده اول تعليق معانا. عبد الرحمن تعليق تاني بيقول بوتافوجو بنسبه 90%. 90%. اوكي. محمد ربيع بيقول اعتقد ان باتشوكا اقرب للفوز، ننتظر ونرى. ماشي كده، ثلاث اراء لرايي. السيد عبد الحسيب بيقول بوتافوجو. بوتافوجو. اوكي. عبده بيقول بوتافوجو وان شاء الله نكسب، ثقتنا في ربنا وفي الفريق ان شاء الله. ان شاء الله. ميدو بيقول باتشوكا. باتشوكا. ماشي كده 5-2. محمد عادل بيقول اتمنى باتشوكا بس للاسف هنواجه بوتافوجو، يبقى كده 6. ليه للاسف؟ طيب حسام باتشوكا. بيقول باتشوكا هيكسب. طيب يعني دي التعليقات اللي اتقالت النهارده، نقدر نقول 6 تعليقات بتقول بوتافوجو هيكسب، و3 تعليقات بتقول باتشوكا هيكسب، والكابتن رمضان السيد بيقول بوتافوجو. يبقى اذا الرؤيه الناس كلها تتوقع ان بوتافوجو هو الاقرب لمواجهه الاهلي يوم السبت المقبل على مباراه كاس التحدي في بطوله فيفا انتر كونتيننتال. كابتن رمضان السيد نورتني وشرفتني وسعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا محمد، انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. الله يسلمك، وبالتاكيد كانت فقره حواريه مهمه جدا، محتاجين نتكلم في الفنيات، نسمع راي فني مهم جدا مع واحد من نجوم خط وسط النادي الاهلي والمدربين اللي كان ليه باع طويل جدا في الكره المصريه خلال الحقبه والسنوات الاخيره، الكابتن رمضان السيد. في